فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يصلي الفريضة في مسجد يبكر في إقامة الصلاة ثم يذهب بعد ذلك إلى الجامع الذي تقام فيه صلاة الجنازة. لا لا، هذا يفوت على المأمومين صلاة الفريضة، يستعجل ويقيم الصلاة، يفوت على الحاضرين اللي يأتون، وهذا ألزم عليه من أنه يذهب إلى الجنازة. نعم، ما في تكلف يا أخوان، ما في تكلف. نعم.